هما اللي في كل رمضان شاقين وعلى شهوينا تعبين، من طاولة الفطور للسحور. سنينة تيلي حبت تشكرهم على طريقتنا بعد من عويدنا. شنو حق الملحة؟ هذه عادة قديمة وثمنية، كان الراجل يهديها نهار العيد لمرته. ما تعدي رمضان كامل وهي تطيب وتصنف وتذوق الملح، مش ما تطلعش الماكلة زاكية وتضيع مال رجلها. هذاك علاش نهار العيد كي روح من الصلاة تمدلو فنجان القهوة وتقول له عيدك مبروك سي فلان، يدها ما ترجعش فارغة، ترجع بقطعة صياغة. وانتي زادة كانت تحب تربح العزيز عليك قطعة صياغة، ما عليك كانت تكتب لها كلمة حلوة في كومنتير وتدخل في تيراج الصغر.